إذن نعود إليكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، حيث تجري مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. مسيرة حاشدة كانت قد خرجت من وسط المدينة من مفترق باب الزقاق باتجاه المدخل الشمالي للمدينة. هذه المسيرة كانت قد دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية، وذلك إسنادا لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وكذلك إسنادا لمخيم جنين واستنكارا لجريمة الاحتلال اليوم التي أسفرت عن ارتقاء 6 فلسطينيين. المسيرة وصلت على مقربة من المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، فردت قوات الاحتلال بقمع هذه المسيرة ورشقها بقنابل الغاز المسيل بشكل كثيف. الشبان قاموا بإشعال الإطارات المطاطية في شوارع المدينة وعلى مقربة من البرج العسكري، ولا زالت المواجهات مستمرة، حيث تجري بين كر وفر الشبان يقومون برشق البرج العسكري بالحجارة، فيما ترد قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والقنابل المطاطية بين الحين والآخر. أيضا نذكر بأن هذه الدعوة للمسيرة كانت قد صدرت عن القوى الوطنية والإسلامية يوم أمس، وكانت هذه الدعوة إسنادا لأسرانا وأسيراتنا الذين يتعرضون لهجمة شرسة في سجون الاحتلال، وذلك وكذلك أيضا مؤازرة ودعما لهم إلى حين الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم. هذه الدعوات كانت قد صدرت يوم أمس بالخروج بهذه المسيرة مساء اليوم، ولكن بعد وقوع جريمة الاحتلال في مدينة جنين ظهر اليوم، وقيام الاحتلال بارتكاب جريمته بإعدام 6 فلسطينيين، تجددت هذه الدعوة لتضم وتشمل معها أيضا من أهدافها أن تكون هذه المسيرة إسنادا لمخيم جنين واستنكارا لجريمة الاحتلال. فكانت هذه المسيرة مضاعفة العدد، شارك فيها الفلسطينيين من شتى القوى الوطنية والإسلامية. كان هناك حضور بالعشرات أو حتى بالمئات يعني في مفترق باب الزقاق وسط المدينة. المسيرة خرجت بشكل حاشد باتجاه المدخل الشمالي، حملت معها الأعلام الفلسطينية وأعلام الفصائل من مختلف
وشتى الفصائل الفلسطينية وصلت إلى هذا المكان على مقربة من المدخل الشمالي حيث تقيم قوات الاحتلال هذا البرج العسكري. فردت قوات الاحتلال بقمع هذه المسيرة برشقها بقنابل الغاز بشكل كثيف. هذه المسيرة تحولت فيما بعد إلى مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال. الشبان كما ترون قاموا بإشعال الإطارات المطاطية ورشقوا البرج العسكري بالحجارة. دورية الاحتلال تخرج بين الحين والآخر باتجاه الشبان، تقوم بإمطارهم بقنابل الغاز بشكل كثيف. نعم، الآن نسمع صوت إطلاق الرصاص الحي. يبدو أن هناك نعم، يبدو أن هناك إصابة. نعم، هناك إصابة بالرصاص الحي. سمعنا الآن صوت إطلاق عيار ناري حي، ونشاهد الآن قيام الشبان بإسعاف أحد الشبان على ما يبدو أنها إصابة بالرصاص الحي في القدم. إذن لا زالت المواجهات مستمرة. نذكر مشاهدينا الكرام بأن هذه المواجهات جاءت بعد قمع الاحتلال لمسيرة احتجاجية حاشدة خرجت من وسط المدينة باتجاه المدخل الشمالي، وذلك دعما وإسنادا لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وكذلك إسنادا لمخيم جنين واستنكارا لجريمة الاحتلال فيها. على ما يبدو نعم هناك تراجع للشبان بعد استخدام الاحتلال للرصاص الحي خلال هذه المواجهات، لكن كما قلنا ونذكر أن هذه المواجهات تدور على بشكل كر وفر، يعني يتقدم الشبان يرشقون البرج العسكري بالحجارة ثم ترد عليهم قوة الاحتلال بإطلاق النار وإطلاق القنابل الغاز فيتراجعون وهكذا. الغاز كوب
لا ستة. والله شارع مضال في حاجة. إذن مشاهدينا هذه صورة الوضع الآن في مدينة بيت لحم وتحديدا على المدخل الشمالي للمدينة. قوات الاحتلال أطلقت كميات كبيرة من الغاز باتجاه الشبان، قامت خلال ذلك بقمع مسيرة احتجاجية حاشدة خرجت من وسط المدينة باتجاه المدخل الشمالي. هذه المسيرة كانت قد دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية دعما وإسنادا لأسرانا وأسيراتنا البواسل في سجون الاحتلال، وجاءت أيضا هذه المسيرة إسنادا لمخيم جنين واستنكارا لجريمة الاحتلال فيه، والتي أسفرت عن ارتقاء ستة شبان اليوم أو ستة فلسطينيين. قوات الشبان قاموا بإشعال الإطارات المطاطية على مقربة من البرج العسكري المقام على المدخل الشمالي للمدينة، وقاموا برشق البرج بالحجارة، وجرت مواجهات لا زالت مستمرة بين كر وفر، حيث تخرج دوريات الاحتلال بين الحين والآخر وتطلق قنابل الغاز بشكل كثيف باتجاه الشبان وداخل شارع القدس الخليل وكذلك المنازل المحيطة به.
تروح من هنا تروح من هنا.